هذا بليز سيل تو بلي انقذني. ايه اللي حصل حماتي خير؟ ميراث اجدادي وتراث السابقين هيروح مني. لا 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 ان شاء الله مش هيروح منك ولا حاجه. هو ايه الحكايه؟ فاهميني بس بالراحه كده. لا يا دولا ما دام هيروح منها تعالى يا عم نقفل البازار ونروح ندور عليه. اصل ينتشوه ولا ينتشوا ايه؟ انت مالك؟ انت بتتكلم ليه اصلا؟ انت عايز تقفل البازار وخلاص؟ عايز تقفله وتقعد على تله؟ عادل عادل الموقف بتاعي في تركيا هيضيع لو انا ما دفعتش 2000 جنيه. موقف؟ انت عندك موقف بتاع ميكروباص مثلا في تركيا؟ لا انا اللي هو الموقف لما يكون عندك فلوس واقفه وبعدين بتتفك. واقف يعني انت ليكي واقفه في تركيا وعايزه 2000 جنيه؟ لا يا حماتي، يعني منين اجيب لك ال 2000 جنيه ده؟ حتى الطابق مكسور. ورحنا حتى بعتنا الطابق ده يتلحم. عادل عادل ارجوك يا عادل، يعني انت بتشتغل في الحضاره وفاهمني. ايوه انا فاهم طبعا يا حماتي، يعني بالنسبه للحضاره وفاهم كويس قوي ان تركيا في المشوار بتاعها قطعت مشوار كبير جدا، واثناء ما تركيا قطعت المشوار ده عشان تحتل العالم داست على ناس كتير في المشوار. طب دول هم كانوا راكبين ايه وهم رايحين المشوار ده؟ راكبين اتوبيس 183 يلا. اللي هو بيقف اول محطه عنده محطه الحضاره، بعدين محطه العراقه، وبعد كده محطه الاصاله، وبعدين بيجرش بقى في محطه التراث. ده تلاقيه مكيف، ده اللي هو من 2 جنيه ونص باين. بس بقى لا، انا عندي الحجه اللي تثبت الكلمانات دي. هي دي الحجه؟ ايوه. بص دي صوره. دي صوره جماعيه للعالم ولا ايه؟ دولا صوره. طب انا فين يا دولا؟ شاور عليا كده، انا مش شايفني خالص. تعالى الناحيه دي كده، تعالى الناحيه دي. بص ركز جامد يلا، ركز جامد. لا تعالى كده. طب المصوراتي فين؟ طيب ما دي الكاميرا الخفيه يلا. بس بقى بس بقى، ده بقى بحر القزوين ولينا جزء فيه. ليكوا جزء فيه؟ ليكوا ايه مثلا؟ 3 كيلو سمك غير السلطات؟ والطحينه برضه دول بيخرجوها منه ولا ايه؟ ايوه يلا، بس بيخرجوها خام وبعدين يبعتوها على نجا حمادي يكرروها. طب وليه يكرروها دول؟ ما هي مره واحده وبعديها ينزلوا بقى بالسلطات الخضراء بقى. شتا ولا تهزر وحماتي واقفه، انت بتستهبل؟ ناسين جدا يا حماتي، اتفضل. ده بقى البحر الميت وبرضه لينا فيه شويه. ليكوا شويه في البحر الميت؟ ليكوا كام ميت على كده؟ يمكن دي التراب بتاعتهم دول. ولا مش معقول بجد. اسفين جدا يا حماتي، وقت مش متربي وكل شويه افكره. ما تهزرش. طب بس الجزء اللي فيه الميه، اما بقى الجزء اللي هو الارض. انا حاسس يلا ان انا بتفرج على النشره الجويه. دول انا مش فاهم، حاول على المسلسل ده. مسلسل ايه؟ المسلسل بتاع النشره ده. مش معقول انتوا بتهزروا. احنا عندنا في تركيا اقله كده 200,000 مربع مكعب. 200,000 مربع مكعب؟ بص انت اللي بتهزر اهو يا حماتي. لا يا عادل، ده غير بقى جبل برطمان خان بتاع جده. جبل برطمان خان؟ يعني جدك الله يرحمه يعني كان هو اللي بنى الجبل ده وبعدين حطه في برطمان ولا ايه؟ اصل هو تسلقه، وبعد ما تسلقه راح حاطط العلم واعلن انه هو بقى من ممتلكاته. ايه ده؟ طب ما انا بطلع كل يوم السلم وبتسلقه وما بعلنش ان هو من ممتلكاتي ولا حاجه. انت غلطان برضه يا رمزي، لازم تعلن ان هو من ممتلكاتك يا ابني، ما دام بتطلع طالع نازل طالع نازل. لا لازم تسجله يلا في شهر العقاري عشان تسيب حاجه لعيال عيالك زي الهانم كده. عادل ارجوك يا عادل من فضلك، انت مش هتصدق النقله الكبيره اللي هنتنقلها كلها. ارجوك سيف ماي ساولا جناتي. بص يا حماتي، فكره انك انت تحكمي تركيا ب 2000 جنيه دي مش وارده ومش راضيه تدخل دماغي خالص. لا ما هي ال 2000 جنيه دي مش علشان كده، ال 2000 جنيه دي اتعاب المحامي اللي هيخلص لي الموقف بتاعي. يا حماتي بس يعني القضايا دي عمرها ما بتكسب، وخصوصا القضايا بتاعت الوقف دي. بص لو خسرت، وطبعا مش هيحصل، انا هبقى ارجع لك الفلوس دي من المعاش بتاعي بس بقى بالتقسيط. لا 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 لا، احنا ما بنسلفش فلوسنا لحد، سيب لنا راحه. فلوسنا على اساس ايه؟ ان انا وانت يعني بنحوش مع بعض ولا ايه؟ انت مال؟ طب ايه رايك بقى بالعند فيك يا رمزي؟ هسلفها ال 2000 جنيه.
يا تريشة انتي ميرسي ميرسي يا عادل بجد. لا يا حماتي دي صدقتي ولا ايه؟ لا طبعا عادل من فضلك انا عايزه ال 2000 جنيه دول في اسرع وقت. يا خالت مرانيا دولت مش 2000 جنيه دولت 5000 جنيه، لما يجي لنا 2000 نبقى نديهم لك. انت بتخدمني ليه؟ بص يا رمزي ما تخدمنيش ما تخدمنيش يا ابني، انت بتدمرني بتدمرني يا رمزي. عادل ارجوك يا عادل. بص يا حماتي يعني ماشي انا ممكن اسلفك، هسلفك 2000 جنيه بس ترجعهم لي عشان دي فلوس شغل حماتي. اوكي يا عادل، بس انا ليا بقى طلب اخير منك، انا عايزاك بقى تحضر معايا المقابله بتاعه المحامي بتاعي اللي اسمه العقر. المحامي بتاعك اسمه العقر؟ عينيا اذا كان هو العقر انا المفتح. قوليلي يا ماما الساعة معاكي كام على توقيت تركيا؟ ليه يا سناء؟ معاد القهوة التركي بتاعتك ولا ايه؟ هو الديك الشركسي اللي هو التركي بيتربى في عشش ولا بيطلقوه كده؟ لا انا سمعت ان الديك الشركسي تمات وساب بقى العشش بقت واقفة دلوقتي للفراخ البلدي. والفراخ البلدي دلوقتي قد على نار. بكرة هتشوفوا انا هبقى ايه وانتوا هتبقوا ايه يا جربوعات. جربوعات مامي لعلمك بقى تحدياتك تفتقد الواقعية، وعشان تبقي فاهمة الحقوق المنفعية بتتساقط مع التقاضي. مامي هو احنا بعد كده ممكن نبقى نسافر نصيف في تركيا؟ بيان سور شيري، وتصيفي على البوسفور وتستحمي بقى على البحر على البلاج، وتلعبي في الجناين بتاعت قصر بتاع جده، وتركبي الخيل بتاع جده. الخيل بتاع جده خيل الله ما جعله خيل. يا ماما انا الاوان بقى تفوي من الاسطبل اللي انت عايشه فيه وتعيشي معانا على ارض الواقع كده. حاضر يا حبيبتي. سناء وبعدين هيبه سناء. ايوه ايوه ثانيه واحده. مساء الخير. مساء الخير. مش دي عمايه 15 شقه الاستاذ عادل؟ اه دي عمايه 15 خير 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 خير. معايا جواب للسيده مجيده يقفت يوحي من تركيا. يوحي يا نهار اسوح، متشكرين. او انت حضرتك اسمك ايه؟ يا ميدا يا مدان. يا ميدا يا مدان، ده ابوه بينتقم منه. متشكرين قوي يا يامي. انت يقع. الله يخليك. اديني اديني ده من الافوكا بتاعي. اولا لا اولا لي اولا لا. الافوكا الافوكا هو اسمه ايه؟ المحامي العقر. ايوه العقر. ايوه مرسي. نشاطركم الافراح غدا اصل على طاقيه اسطنبول القاهره ومعي مستندات ملكيه الوقف. اخيرا انا هاخد مستحقاتي. سيفيروم سيفيروم هي. ايوه طبعا يا حماتي، بس يعني مستحقاتك وحقوقك والحاجات دي يعني لازم نتاكد منها طبعا. يعني في المشمش يا ابني في المشمش ما كانش حد غلب، ده اللي عنده بيت ملك بيلم ايجاره بالعافيه. انت هتاخدي وقف في تركيا؟ اه بقى الحكومه التركيه هتديكي وقف؟ يا حبيبتي الاتراك مش بالسهل كده. يا ماما مامي على فكره انا بدات ارتبك، انا خايفه الموضوع يطلع بومبا وخايفه علينا من الصدمه. نو يا شيري اطمني خالص، لا يمكن يكون حاجه زي كده. انا بقى لازم دلوقتي احضر نفسي للسفر، ولازم احضر شهاده الميلاد بتاعتي، ولازم احضر الباسبور. حماتي معلش يعني انا اسف، بس حضرتك يعني متهيألي ان انت محتاجه دلوقتي ترتاحي. سيبي لي الجواب ده انا هدرسه واعمل كل حاجه، انت تخشي بس ترتاحي لغايه ما نشوف الحكايه دي ايه صح ولا غلط ولا ايه. ها اوكي.